تعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تطبيق لا يستجيب بخطوة واحدة سهل الحل. نقوم بالضغط على تطبيقات، بدأت نقوم بالضغط على تطبيقات، من ثم نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط على اليوتيوب خاص بكم. بعدها سنقوم بالضغط على إيقاف الإجباري. بعدها سنقوم بالضغط على الموافقة. من ثم سنقوم بالضغط على مسح تخزين مؤقت. من ثم سنقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.